السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم هو حول شركة إسبانية تركب بالمغرب أكبر توربينات ريحية في إفريقيا. قالت تقارير إخبارية أن شركة نابراويند الإسبانية قامت مؤخرا بالمغرب بتركيب أضخم توربينات ريحية في إفريقيا في مزرعة طاقية طورتها الشركة الفرنسية إينوفنت لتطوير الطاقة المتجددة. وأضافت التقارير ذاتها أن عملية تجميع توربينات الرياح تم تنفيذها بواسطة النظام الآلي الذي طورته الشركة الإسبانية، والذي يسمح بتركيب توربينات الرياح بارتفاع المحور يصل إلى 200 متر دون الحاجة إلى استخدام رافعات التجميع. وعرفت عملية تركيب توربينات الرياح رفع نظام نابراويند الآلي التوربينات التي يبلغ وزنها 700 طن على عدة مراحل حساسة بسبب الرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 15 متر في الثانية. شكرا على التتبع ديالكم والسلام عليكم.